أريد أن أقول فقط إن المؤتمر الذي نقدمه اليوم يستشف إمكانيات تطوير قيم الكونية المشتركة أقرب إلى الإنصاف والتضامن والأخوة الإنسانية بروح جديدة هي روح أصحاب السفينة. ولذلك استعرنا هذا الشعار واخترنا قيم عالم ما بعد كورونا تضامن وروح أصحاب السفينة. التضامن وروح أصحاب السفينة والتضامن بروح أصحاب السفينة. ما هي هذه السفينة؟ هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الجامع وأحمد والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذي في أسفلها الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا لنصيبنا خرقا ولنؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه الألفاظ الموجزة الحاملة للمعاني الغزيرة الحائزة من الدقة ومطابقة الحال الغاية القصوى. في هذا الحديث استعارة رمزية بليغة لحالة الإنسانية في اتحاد مصائرها وتوافه مساراتها، حيث شبهها بركاب السفينة الواحدة. سنتحدث عن روح ركاب السفينة. روح ركاب السفينة تجلى في هذا العصر أن البشرية على كوكب الأرض هم فعلا في سفينة واحدة يسمونه بعصر القرية الواحدة. ظهرت حقيقة الترابط بيد باصولها، ما يحدث في طرف من المعمورة تصيب آثاره من هو في الطرف الآخر. نحن في نسق واحد مترابط لا انفصال فيه ولا انفصال. على مستوى البيئي يعيش أبناء كل قارة آثار ما يفعله أبناء القارات الأخرى. انفجار المحطة النووية تشيرنوبيل لم يقتصر على المنطقة التي وقع فيها، بل وجد الباحثون آثاره ومخلفاته على نطاق واسع ممتد في المكان والزمان. بيئة واحدة نشترك فيها جميعا، ليس لدولة ولا لأمة طبقتها الخاصة من الأذون، تفعل بها ما تشاء. هذا هو شأن السفينة، ليس لها هواؤها الذي تفرد به بتلوثه كما تريد، بل إن الجميع سيدفعون الثمن غاليا بلا تمييز. هذا هو الترابط الواضح. الفيروس يظهر في منطقة نائية من أقصى المعمورة، ثم لا تمضي بضعة أسابيع حتى يعم أرجاء المعمورة. ما ترك بلدا إلا وأصابه منه
إلا وأصابه منه نصيب سجل، ولا ترك قرية ولا مدينة إلا ونالها من آثاره قسط، متنقلا عبر سبل نفسها التي كانت البشرية قد مهدتها لسلوكها بأسبابها. في سياق إعادة اكتشافها الترابطي، تنبه الإنسان إلى وجود أمم كثيرة من المخلوقات المتنوعات من حيوانات ونباتات تشارك هذه المعمورة. أفضنا في مسألة الترابط والتواشج بين الناس في ما يسمى بالعولمة، وهو أمر واضح. طيب، ما هي روح السفينة؟ لهذه الروح مادتها التي بها قوامها، وصورتها التي فيها تتجسد، ولها غايتها التي ترمي إليها. مادتها هي الإيمان بالمسؤولية المشتركة. صورتها هي التضامن والتعاون. غايتها هي الحفاظ على الكليات المعبر عنها بالحديث بلازمها الشرعي وهو الحدود. هذه الكليات هي النفس والدين والعقل والعائلة والملكية. هذا عبارة عن المال والنفس بالنسبة للفقهاء. في هذه السفينة يجب أن تسود روح الفريق الواحد المتعاون، كل يسهم في نجاح الرحلة ويؤدي دوره من موقعه، وانطلاقا من دوائر تأثيره واهتمامه. ذلك هو التوزيع الوظيفي المشار إليه الحديث بالاستهام، والذي يقتضي التكامل. الاستهام هو القرعة والانسجام. فلا بد للذين هم بأعلى السفينة، الذين يتولون تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته، أن يستشعروا مسؤوليتهم تجاه الذين في أسفلها، وأن يأخذوا على أيدي الذين يريدون خرق السفينة. على القوي مسؤوليته تجاه الضعيف، وكذلك على الغني نحو الفقير، والعالم تجاه الجاهل، وعلى أهل القيم تجاه الآخرين، وهي مسؤولية تنشأ من قيم الأخوة والكرامة الإنسانية والأمل في إمكانية العيش المشترك. في هذه السفينة ينبغي أن يسود مبدأ الحرية المسؤولة، التي لا تتعدى على حدود الآخرين ولا تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو التشويب على النظام العام لركاب السفينة. حرية كل واحد من الركاب تنتهي حيث تصير تصرفاته ذات آثار سلبية، حينها يتدخل الجميع ليأخذوا على يديه وليقفوا في وجه هذه الممارسة. تلك هي الحرية المرشدة والمهذبة التي تراعي وجود الآخرين وتحترم حقوقهم. إن هذا الأخذ على الأيدي أمر عام لا يحد بوسيلة دون أخرى، فليس مقصورا على الردع، بل الباب مفتوح أمام كل الصيغ التي تحقق هذا التعاون وتضمن الإصلاح. إن ركاب هذه السفينة مختلفون ومتنوعون، لكن يجمعهم ميثاق السفينة. ميثاق السفينة يقوم على مبدأ هو أن لا نجاة لهم إلا بتغليبهم روح التضامن والتعاون والتكامل، وتحكيمهم قيم التراحم والمحبة والتسامح والحرية المسؤولة والحكامة الرشيدة. كيف يكون حال أهل السفينة إذا هم اشتغلوا بالتشاكس والخصومات؟ باختصار، روح ركاب السفينة تدعونا إلى أن نوقف
تلويث البيئة ونكف عن الفساد في البر والبحر. تأمرنا أن نتوقف فورا عن الحروب، تستوجب منا أن نمتلك روح السماحة والتراحم لنحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، أن نوزع اللقاحات للجميع بلا احتكار والاستغلال، وهذا أمر صعب على الشركات. أن تنظر الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، أن تضع عنها الديون إلى أو تتركها إلى حال ميسرة، تهب بنا أن نبتكر نموذجا تنمويا يوفر الرفاه والازدهار والاستقرار للجميع، أن ننشد عالما تكون فيه ثمرات العقول مبذولة لفائدة الجميع، فلا يستأثر بها القوي أو يحتكرها الغني. عالما تتنافس فيه الأمم في الخير، وتستبق فيه الدول في تقديم الضيافة الإبراهيمية للمهاجرين والنازحين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ تلك هي الضيافة الإبراهيمية كما ورد في القرآن الكريم. ترشدنا إلى بناء مجتمعات الطمأنينة، مجتمعات يسود فيها الأمن، فلا يخاف الضعيف من القوي ولا يرهب بطشه ويخشع كتابه. مجتمعات يأمن فيها الجار جاره، وتستحيل فيها روح التعصب والتمذهب إلى روح التسامح والتحبب. روح ركاب السفينة تلهمنا السبيل إلى غد تصان فيه كرامة لكل إنسان، كرامته الأصلية التي نالها البشر جميعا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، بما نفخ الله سبحانه وتعالى لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب وفضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيلا. روح ركاب السفينة نسترشد بها في البحث عن المواءمات والملائمات والحلول التوافقية، ما يسمى بالكومبروميز، والتسويات الوسطية والتنازلات المتبادلة التي هي من صميم منطق العيش المشترك. وبهذا نقوم بالوساطة اللازمة في عصرنا بين مبدأي الحرية والمسؤولية على نحو وساطة فوريكتر بين العدالة والحب، أو مغامرة توما لكويني بين العدالة والرحمة. بروح ركاب السفينة يقع تجديد القيم في النفوس، وتأكيد الوعي بوحدة المصير الإنساني، والدعوة إلى هبة ضمير عالمية تعيد لقيم التعاون والتضامن والتراحم فاعليتها، وتقدم مفهوما جديدا للإنسانية يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم الاكتراث بالاختلاف، ليرتقي إلى إيجابية قيم الفضيلة التي تشعر الآخر بدفء المحبة والأخوة. بهذه الروح المفعمة بالأمل نبشر بعالم يكون فيه السلام شاملا، ليس بإيقاف الحروب، وإنما هو سلام القلوب. لقد كشفت الأزمة الحالية للجميع قصور المقاربات الأنانية التي لا تقيم وزنا المشتركات، وعجزها عن مواجهة خطر لا يفرق بين الشعب والشعب، ويتنكب أرضا دون أخرى بل يصيب الجميع. إن التضامن هو الالتزام بما فيه الخير، هو مرتبة عليا تسمو على مجرد الاعتراف إلى التعارف، وبه يتم تجاوز ضيق الذوات إلى فسحة المشترك، وينتقل من تشاظم الأقليات والهويات الحرجة إلى وحدة الثرية الجامدة مجتمع الإنسانية الكبرى. ذلك ما تجلى في هذه الأزمة
ما تجلت في هذه الأزمة ضرورته، حيث برزت الحاجة إلى ارتقاء التضامن عن الصيغ الجوفاء والممارسات الهامشية التي اختزلته بها حضارة السوق، ليعيد الارتباط بمضامينه القيمية، قيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان، وهي قيم تسمو فوق الحقوق، بيد أنها ضرورية فهي التي تسندها وتضمن لها الفاعلية والنجاعات، وهي أرضية مشتركة المدينة التي تقوم عليها. أيها الحضور الكرام، إن ميثاق حلف الحضور الذي أخطبناه في السنة الماضية وصادقتم عليه يمثل التجسيد المفهومي والإجرائي الأمثل لروح السفينة، وبذلك يمكن أن يشكل مرجعية قوية لهذه الانطلاقة الجديدة.